صباح الخير يا سينا. كل سنة وحضراتكم طيبين. لسه متواصلين معاكم في مساء الخير يا رمضان. النهاردة احنا بنكرم مش ضيوف، هم جنود من جنود مصر البواسل اللي شاركوا في حرب اكتوبر وقبل حرب اكتوبر، منهم اللي قعد 28 سنة يخدم في القوات المسلحة من قبل 67 وهو عميد الصحفيين الرياضيين العميد شوقي حامد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ. ومعانا الاديب والروائي المبدع، ويعني يكفي ان احنا نقول بس يوسف القعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا بجدد التحيه بحضراتكم، وهنبدا النهارده جزء احنا في مساء الخير يا رمضان. يوميا بنكرم ناس اسعدوا هذا الشعب المصري. وقبل ما هعود للحوار مع حضراتكم نشوف بس لقطات سريعه عن حرب 73. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. الله أكبر.
بجدد التحية بحضراتكم وبضيوفي، نجدد التحية ليهم الروائي المبدع الأستاذ يوسف القعيد والجندي الباسل وعميد الصحفيين الرياضيين الآن والناقد الرياضي الأستاذ شوقي حمد. أستاذ يوسف حضرتك وأنا بدردش معاك قبل الهوى كنا بتكلم على أساس النهاردة ذكرى العاشر من رمضان، بس حضرتك قلت لي لا هي تظل برضه 6 أكتوبر. آه ليه؟ بس أنا الأول عايز أتوقف عند فكرة التكريم. نعم. يعني الأحق بالتكريم الشهداء. نعم. حقيقة دول اللي قدموا حياتهم سنة 73 وقدموها برغبتهم، محدش أجبرهم، وقدموها فداء للوطن، وهم الأحق من أي حد ما زال على قيد الحياة بهذا التكريم. يعني دول يسبقوا أي حد، ودايما الشهداء دائما أبدا الشهداء ما بياخدوش حقهم في التكريم، لأنه بيختزلوا شهداء حرب كاملة في نصب الجندي المجهول. نعم. وهي فكرة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وفكرة بقدر نبلها إلا أنها بتظلم الناس، لأن أنا أتصور أنه، والكلام ده اتقال بعد أكتوبر مباشرة، أنه في مدخل كل مدينة، في مدخل كل حي، في مدخل كل محافظة يكون في نصب تذكاري في أسماء الشهداء وتاريخ استشهاداتهم من هذه المدينة أو هذه المنطقة. من هذه المنطقة أو من هذه المدينة، ويبقى ده المدخل إليها. يعني أنت داخل مدينة تمر على هذا النصب. للأسف الشديد إحنا بناخد قرارات بسرعة وبتبقى شكلها جميل أحيانا، إنما لا تعرف طريقها إلى حيز التنفيذ على الإطلاق. ولا أعتقد أن في مدينة واحدة نفذت هذا الكلام اللي اتقال في أعقاب أكتوبر مباشرة، ويريته كان اتنفذ، لأنه على الأقل يبقى يعني مش حاجة وسط حاجة، إنما يبقى من استشهد في سبيل هذا الوطن يبقى هذا الوطن بيقول له في كل لحظة أنا متذكرك وأنا لن أنساك، وأنا عايش هذه الأيام بفضل تضحيتك بحياتك من كام سنة. طب خلينا نوجه دعوة للمؤسسة العسكرية وقائد المؤسسة الفريق صدق صبحي انه يبدأ يفعل ما جرى الاتفاق عليه بعد حرب 73، اقامة نصب تذكاري في مدخل كل مدينة وعليها اسماء ما هي مش عند الفريق صدق صبحي. نعم. عند مين؟ عند الحكم المحلي، عند المحافظين، عند المجتمع المصري كله. يبقى عنده احساس بالجميل ورد الجميل ويتذكر. هو الجيش هيساعد بذكر اسماء الشهداء طبعا. عنده. نعم. عنده قوائم الشهداء. نعم. عنده كل قوائم الشهداء، وعنده يعني كل بياناتهم. بس خليني يعني اقول لحضرتك ان كل واحد دخل هذه الحرب هو مشروع شهيد طبعا، يعني منهم طبعًا من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مظبوط. فاحنا لما بنكرم ايضا الاحياء، انت وحضرتك واستاذ شوقي، ما انت كنت معرض ان تكون شهيد طبعًا في اي لحظه طبعًا يعني طبعًا. فالتكريم طبعًا في شخص حضراتكم هو تكريم لهذه النماذج، ان احنا بنقول للاجيال الجديده الحرب فات عليها كام؟ ما يزيد عن 40 سنة. هل في حد بيتذكرها الآن؟ يعني هو المشكلة ان في اجيال، يعني من ولدوا بعد 73 لم يعاصروا الحرب. نعم. يعني حتى اللي اتولد سنة 73 لم يعاصر هذه الحرب، لانه الواحد الذاكرة والوعي بيشتغل بعد سن 9، بعد سن 10، يعني كل هذه الفترة. نعم. ففي اجيال كتيرة جدا ما عاصرتش الحرب، وايضا في ابناء القوات المسلحه دلوقتي مجندين او ضباط او صف ضباط، الكثير جدا لم يمر بهذه الحرب ولم يمر بهذه التجربه المهمه. وهنا بقى بيلعب دور احياء الذاكره الوطنيه. نعم. يعني بفي ذاكره للوطن لا تنسى هذا وتذكر ابنائها في كل لحظه بده. يعني انا اضرب لك مثل بمدينه لينينجراد اللي هي دلوقتي. نعم. بطرسبورغ، انا رحت حضرت مؤتمر كبير فيها عن السلام، لكن لاحظت انه ايام حصار لينينجراد ارتبط الحصار بحوادث معينة. نعم. كلها مكتوب، يعني مكتوب في المكان نفسه ان في هذا المكان تم محاصرة السوق اللي كانوا بيشتروا. نعم. منه الخضار، ومنع الدخول اليه والخروج منه لمدة 18 يوم، ان في هذا المكان كانوا بيتجمعوا عشان يعرفهم الاخبار واخبار الحصار والجيش الروسي يتقدم ولا يعني في ذاكرة للمدينة تذكر من غير انت ما تعمل اي دور من اتوا بعد هذا باللي حصل في ايام حصار. اعتذر للتاخير واعتذر للمقاطعه. قعد جنود مصر البواسل اللي عبروا قناه السويس اللي قعد 7 سنين على الجبهه، بس اقول لك كان متاخر ليه. الفنان الجميل لطفي. الله يخليك. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ انا اسف انه متاخر ليه.
النهارده كنت بتفطر فين؟ كنا بنفطر كل مجموعه اللواء الثامن مع بعض، اللي هو فيه كتيبتي والكتيبه الثانيه بقياده اللواء فؤاد صالح اللي كان موجود هناك انذاك، عاملين افطار مع بعض لنتذكر هذه اللحظات. فبشوف ناس اول مره من 41 سنه. طب دي حاجه جميله، حاجه جميله والله. احنا بعد شويه هنشوف هذا التقرير عن الفطار صوت وصوره، واعود الى ضيفي الكريم الاستاذ شوقي حامد. 28 سنه خدمه في القوات المسلحه، من سنه 64 سنه 62 من سنه 62 ل 98 يعني على الاقل الفتره الصعبه، وهي فتره الهزيمه الاستنزاف حرب 73. النكسه والنبي الله يخليك، النكسه هي هزيمه يعني، بعيدا عن المسميات بلاش ندخل بس الاستاذ محمد حسنين هيكل يعني الاعتراف بالاشياء يعني، وانت في النهايه بتحتفل بالنصر يعني. بس انا عارف انك هيكلي، بس احنا بنقول هنا الحقيقه. لا يا عم، انا يوسف القعيد. يوسف أنا القعيد، انا بحب الاستاذ هيكل جدا، انما ما يصلش الامر ان اتخلى. 67 ايه يا استاذ شوقي؟ الحقيقه 67 هي البدايه لانتصار 73. نعم، هي افراز لبطولة كامنة كانت في الشعب المصري كله ولم تكن بارزة على السطح. أنا شرفت بأن أنا أخدم في القوات المسلحة من 62، من أعضاء الدفعة 46 كلية حربية، وخدمت خدمة حسنة وخدت أنواط في الفترة دي كلها لغاية سنة 90. أقول لك حاجة غريبة جدا، وهو بيقول لي صباح الخير يا سينا وبيغنوا، انا كنت عايز ابكي، لان انا مشيت سينا دي طولا وعرضا 450 كيلو على رجلي حافي القدمين في 67. كنا في ابو عجله والعدو ما عرفش يخش من قدامنا، فلف من حوالينا من عند جبل لبنى وجبل الحلال وحاصرنا. كنت انا في الكتيبه 342 قياده اللواء العقيد، انا ايام العقيد عاطف عبد الغفار، ومعانا العقيد جابر عبد الله، ومعانا الشهيد شفيق مترس ادراك، وكان قائد اللواء اللواء المرحوم سعيد ابراهيم سعيد. كل دولت يعني في الفتره دي احنا مشينا من جبل لبنى لغايه العريش، لان احنا كنا عايزين بعد ما اليهود دخلوا علينا بالدبابات فجر 6 يونيو داسوا على عساكري بالدبابات، عساكر مصريه. الكتيبه كلها تقريبا شهداء واسرى. اتبقى منها ايه؟ اتبقى منها يعني خمس ست ظباط عشنا كلنا لحظه، اللي هي بقول الفتره المشي بقى، انضمينا من جبل لبنى لغايه العريش، لان العريش سقطه 450 كيلو على رجلينا يعني، وحافيين، لان احنا كنا بنعتمد يعني مسافه برضو نقولها للشباب اللي قاعدين، زي من هنا لحد مرسى مطروح مشيا على الاقدام. مشينا من جبل لبنى للعريش ومن العريش للانطره ومن الانطره لبورسعيد، خدناها زجزاج كده لان احنا كنا بنتفادى، مشيناهم في شهر طبعا، كنا بنمشي بالليل وننام بالنهار عشان الميه والصحراء. انا بقى وهو بيقول صباح الخير يا سينا، تذكرت كل حبه رمل وطأتها قدمي وانا حافل قدمين، كنت بتمنى ان انا يعني ايه اقبل هذه الرمال. والحقيقه في حضرتك لما قلت جنود، عجبني قوي كلمه جنود، لان احنا جنود مصر الحقيقيين مش ابطال، لان زي انا بتفق مع استاذ يوسف ان البطوله دي مش مجرد لقب، ده البطوله دي حاله، ده البطوله دي كامنه في نفوس الشعب المصري كله. نعم، افضل تجسيد للبطوله الشهداء. اقسم بالله استاذ محمد، انا اديت تعليمات لاحد قائد اطقم المدفع عندي انه يعطل المدفع، لان اليهود داخلين بقى هيدوسوا عليه، يعطل المدفع ويسيبه، رفض انه يسيب المدفع وظل متمسك به الى ان يعني مش اتفرتك بدان الدبابه هو والمدفع. دي البطوله، البطوله مش مجرد كلام، مش مجرد يعني مش مجرد سطور على الفيسبوك اطلاقا. بحبك يا مصر اطلاقا. والحرب لا يستطيع ان يتحدث عنها الا اللي كبدها، اللي عاشها،
اللي حساها، اللي شاف الشهداء حواليه بيتساقطوا وكان بيغبطهم بيحسدهم لانهم نالوا ارفع وسام رباني وهو مش عارف يخطب. استاذ يوسف القعيد، ايه اللي حضرتك لم تجسده حتى الان في اعمالك الادبيه عن حرب 73 او مش قادر تكتبه؟ هي بس المساله الشائكه جدا اللي هي بطوله المقاتل وتسرع السياسي لكي يستثمر الحرب ويجني ثمارها، فحول الحرب من بطوله الى موضوع مختلف عليه. يعني ايه؟ المقدمات، دماء الشهداء مساله لا خلاف عليها، لكن التسارع الشديد بعدها من اجل جني ثمارها باسرع ما يمكن ادت الى السلام المختل اللي تم مع العدو الصهيوني. فده الامر اللي انا يعني خايف ان لو قربت منه بخون دماء الشهداء والبطولات العظيمه اللي عملها الشعب المصري، لان البطولات اللي عملها الشعب المصري مش في الجبهه ومش في الجيش فقط، يكفي انك تروح مثلا اقسام البوليس الشرطه في كل انحاء مصر خلال ايام القتال كامله لغايه وقف اطلاق النار، لم تسجل هذه الاقسام اي جرائم على الاطلاق، لا سرقة ولا نشل ولا خناقات ولا، وهذا بيؤكد ان الشعب المصري معدنه عظيم، واللي كان وقت الشدائد واللي كان بيحارب العدو الصهيوني كل المصريين. نعم. يعني الجيش طليعتهم. نعم. الحقيقية. لكن انا عندي رواية اسمها اطلال النهار، حاولت اقرب من هذا الموضوع. اطلال النهار ده اللي هو 6 اكتوبر 73، احداثها بتدور 6 اكتوبر 93 بعد 20 سنة، ومصدرها بعبارة يا خوفي من يوم النصر ترجع سينا وتضيع مصر. لكني لم استطع ان انا اقرب كثيرا من فكره البطوله الشهداء والدماء وبطوله الجندي المصري العظيم ومحاوله استثماره بالطريقه التي تمت بيها. وارجو ان احنا نحاول، بس مستحيل نشيل حاجه من التاريخ، لان التاريخ يطارد الناس حتى وهم نيام. هو ده اللي انا لم استطع الاقتراب منه، احتراما لملحمة الشعب المصري العظيم خلال هذه الحرب. خلينا أروح لفناننا الجميل لطفي لبيب. الكتيبة 26 وحضرتك كنت أحد أفراد. لا، خليني أتكلم عن قبل الكتيبة بشوية. أنا كنت طالب في معهد فنون مسرحية وفي سنة 67. نعم. وعملنا معسكر هنا جوه المعهد، وبعد كده ما اكتفيناش بده، طلعنا على الشؤون المعنوية وتطوعنا هناك. كنت أنا مع الأستاذ محمد وفيق الفنان الجميل، مع نور الشريف. كنت تطوعتوا في رحنا، يعني حضرتك ما كنتش رحنا متطوع. وصلنا الأنطرة اللي كان بيتكلم عنها وصلنا الأنطرة، وكان معانا أحد الأدباء، أنا ما أعرفش هو فين دلوقت. اسمه سمير ندى، الله يرحمه. توفى من كام شهر. صحيح. أديب جميل، اتغرب في ليبيا. أنا كنت تواق وكنت مغرم بكتاباته، الله يرحمه. وكان جسور ومغامر. حقيقي. وكان في لطشة الفن كده. في لطشة الفن. ما ملطوش فنان. وكان معانا في المعهد. فرحنا. يبقى حضرتك والأساتذة محمد وفيق ونور الشريف رحتوا للشؤون المعنوية في قوات المسلحة. رحنا للشؤون المعنوية، سمير ندى كان الشؤون المعنوية وصلتنا للأنظار. اتوزعنا على القناة لأننا مدنيين، فإحنا اللي بقي من حقنا نركب اللانشات نعدي قناة السويس نجيب الشاردين. وكنا عاملين معسكر في الأنطرة غرب لتجميع الشاردين. نعم. حتى بالظبط يا سيد لطفي، ها؟ في أي مكان بالظبط؟ في المدرسة الابتدائية اللي موجودة في الأنطرة غرب، معسكر الكاب في ما بين إسماعيلية وبورسعيد. كان هناك حسن سيف الدين الله يرحمه المخرج، كان معانا في المعهد وكان هناك في بورسعيد. فأنا عشت اللحظة دي، ولو أقول لك على شكل المقاتل المصري وهو راجع
واحنا بنجيبه من اللانش كان شكله ايه؟ يعني بعد 67 في 67 وشاءت الاقدار بعد كده ان انا اتخرجت من المعهد ورحت الجيش ودخلت الكتيبه 26 نعم ولقيت نفسي عجبها. ويوم 6 اكتوبر لا انت هنا هتعدي حرب الاستنزاف 6 سنين، انت كنت قاعد على الجبهه. لا انا ما حضرتش الاستنزاف كامله لان لو انت فاكر مبادره روجرز سنه 70 اللي وقفت القتال سنه 70 سنه 70 نعم. انا خريج 70 كويس فدخلت الجيش بعدها موضوع تاني خالص، حاجه تانيه خالص. فرحت في كتيبه مشاه عاديه وانا عسكري وما كنتش احلم اني يكتب لنا النصر. احنا لغايه اوائل اكتوبر 1 أو 2 أو 3 و4 كمان كنا فاهمين ان احنا الشده الجامده اللي عجبها دي هي اتكررت اكتر من مره وهيمر وزير الدفاع وزير الحربيه ما كانش الدفاع كان ايامها اتغيرت بعد معاهده السلام وزير الحربيه وتتفتح الاجازات واتنشر خبر بهذا الشكل في الجرايد. انا ما شفتش هناك لا اللي هو جزء من حرب الخداع الخداع نشر. انما حضرت اللحظه الحرب زي ما قال لك صعب ان ليها ايقاع داخلي اللي يكتب عنها لازم يكون معبأ بهذا الايقاع ليها ايقاع معين ما اعرفش يعني لا يكتب عن الحرب الا من شارك فيها عايشها تعبدها حس بيها شارك مزبوط. فيها انما ما ينفعش اديب هم تجربتين انسانيتين لا يمكن الكتاب عنهم بالخيال السجن والحرب الاثنين لهم تفاصيل يومية لا يمكن تقدر تقرأ عنها ولا تشوف مذكرات حد مر بيها لابد أن تمر بها بنفسك تجربة الحرب وتجربة السجن لأنهم استثناء للفعل البشري لكل إنسان استثناء حقيقي يعني للفعل البشري. التجربة دي عاشت في روعي حوالي 20 سنة أنا منذ خروجك من لا أنا حرب 67 زي ما بقول لحضرتك حضرتها في كاف 342 اللي هو 114 مشاة في أبو عجيل نعم وبعدين لما الدبابات اليهودي حصرتنا ودست علينا بالدبابات واستشهد من استشهد وأسر من أسر وكنا نقف قدام الشهداء نقول إيه إيه البطولة دي إحنا مش مصدقين إن إحنا كنا بنتزامل مع هؤلاء الأبطال الفطريين شهيد شفيق متري والشهيد سيد غفار والشهيد سيد ياسين وأكم مش عايز أعد لأن الكتيبة كلها يعني تقريبا 90% استشهد منها خلاص قعدت في اللحظة دي جوايا لغاية سنة قول 89 أنا نفسي أترجمها خايف زي ما بيقول الأستاذ يوسف لأن أنا أصلا مش أديب الأستاذ يوسف أديب أنا كنت ضابط ما أنا مش أديب بس كتب بتكتب شعر الكتيبه 26 الحقيقه بقى ان الشؤون المعنويه بيكتب شعر الشؤون المعنويه كشفت عن مسابقه في الفتره ديت عن بطوله حقيقيه سنه 89 89 وبالاسماء والارقام والوحدات الفعليه اشترطت كده وكان هتمر على لجنه من هيئه العمليات ولجنه من الشؤون المعنويه ولجنه من الادباء برئاسه المرحوم انيس منصور نعم وتقدمنا حوالي 700 متسابق وكنت اول مره ادخل تجربه الكتابه الروائيه وفزت بالمركز الثاني مذكرات هي ترجمه للحظه هي وحضرتك فزت بيها فزت بالمركز الثاني والاستاذ انيس منصور وبيديني الجائزه كانت 13000 جنيه قال لي انا مش مصدق ان في ثروه يميه ده ثروه سنه 89 انا مش بعت في المسابقه دي ما اعتقدش ان النص اتقرا
بعت عمار رحمه ما الله اعتقدش ان النص اتقرا كنا جبناه على التليفون يعني بل اكاد ان اجزم يا استاذ ما حدش بيقرا اليومين دول بس دي بعت 89 يا استاذ ما فيش حد بيقرا اليومين دول بس الله ارونا صدقني ارونا صدقني اللي انا بقوله اصل ما فيش كوسه انتوا الثلاثه جنود حضراتكم جنود مشاركتكم يعني بيكتفوا بقرايه لو شدهم يكملوا ما خلاص انا الناس بكلمك الناس قفشت علينا هتسمعونا حاجه قبل ما نطلع فاصل هتسمعونا ايه محدش بيقرا اليومين دول يا استاذ احنا النهارده هنكرم يعني ابطال حرب 73 في اشخاصكم سلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاح بنادي يا سوار عدونا غط سلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي بنادي يا سوار عدونا غطى خلي السلاح السلاح صاحي 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 Thank you.